يا أنيس هريم قلت لك بلاش المشوار ده، أكيد شفاء عيانة ولا عندها ظروف. إزاي بس يا نبوية؟ أنت مش بتقولي إن بقالها يومين مش ظاهرة؟ أنا خايفة قوي جوزها الشراني ده يكون عمل فيها حاجة. وبعدين أنا لازم أقابلها النهاردة، عندي كلام كتير قوي على جوزها عايزة أقوله لها. يعني هنتدخل بين الراجل ومراته؟ يا أنيس هريم ده جوزها، جوزها يعني من حقه يعمل فيها اللي هو عايزه. إيه اللي أنت بتقوليه ده يا نبوية؟ لأ طبعًا، دي إنسانة ليها كيان مستقل وحقوق، وما ينفعش تستسلم كده لأي حد أيًا كان. ده مش أي حد، ده سنجق. سنجق إيه بقى؟ ما طلع أكذوب. أنت ناسية المرة اللي فاتت لما الشاب هيما وقفوا عند حده؟ يلا يعني إيه يلا؟ بقول لك يا هيما جت. يلا هيما جت. يلا هيما جت. بس يا بقر أنت أهو. يا حبايبي بس يا حبايبي. اسكتوا يا عيال ما نعرف في إيه، يا مين اللي جت يا واد يا معداوي؟ دي الموزة اللي بيسأل عليها هيما. يخيبك يا هيما. أنت بتجيبي موزة الجزيرة يا مفتوح أنت؟ يا ريت. قصدي عيب الكلام ده يا فايزه، ما تقوليش كده. دي ياما البت الصحفيه اللي سيحت لي في الجورنال، رايح عشان اخليها تنزل تكذيب على كل اللي كتبته، مع ان اللي كتبته ما فيهوش حاجه تتكذب، بس عشان ابويا يهدى شويه من ناحيتي. أنيس هريم، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. ايه الشقه الحلوه دي؟ مالك يا شفاعه مخبيه وشك كده ليه؟ كده انا اللي عملت فيها كده؟ عندك مانع؟ لا يا سنجا يا اخويا، ده هي بتطمن لا يكون حد غريب ضربها. من فضلك انا بقى لو سمحتي اسكتي. ايوه طبعا عندي مانع، وحوديك في 60 ده. انت ما تعرفش ان ضربك ليها ده هيرجعك السجن من تاني. هو مين اللي رجعني السجن تاني؟ مراتي يا عالم، مراتي وشكت في السكه من هضربها بالجزمه ولا فيها كمان. تعالي نمشي، شكله سكران ولا غريب برشام. يا سنجا حرام عليك، بلاش فضايع. حرمت عليك عيشتك وكمان بتنتهي يا اولاد. انت كلمت يعني نخلع لحسن الموضوع هيكبر. بابا سنجا حرام عليك بقى كفايه. برضه بتتخانقي، برضه بتتخانقي. هو انا مفيش مره اشوفك ماشيه في الجزيره بتشيل ورده بتستنشقي الهواء الطلق؟ لا، يا بتتخانقي يا بتسخني النسوان على جوازها. اهو جالك اللي هيوقفك عند حدك. الله، هو انت جايبه الثقه دي منين؟ هو انت بنت خالتي؟ وبعدين انت ازاي تكتبي الكلام اللي انت كتبتيه ده عني؟ خلينا في المهزله دي دلوقتي، الراجل بيضرب مراته. شوف الجمله عامله ازاي؟ الراجل بيضرب مراته. الله، طب ما يولع فيها. افرضي هو متجوزها عشان يضربها، انت مالك؟ ثم انا بسالك سؤال، ازاي تكتبي كلام على لساني من غير ما تستاذنيني؟ يعني مش عايز تنصفها؟ طيب هتدخل انا بنفسي. انت مش مدي ايدك عليا، مالك يا شوكتفاي؟ تعالي هنا، ايه اللي بتعمليه ده؟ كنت فاكراك هتنصف المظلوم يا اخين. انا مش فاهم انت بتعملي كده ازاي؟ وبعدين انت ازاي تكدبي؟ ازاي تقولي انك ناشطه وتطلعي صحفيه وبتقعدي تقرري النسوان؟ ها؟ يا تعالي حسبي. خرب بيت امك يا سانجا، ده انت وديت نفسك في داهيه. يا لهوي،